يقول فضيلة الشيخ: رأيت أنني في منطقة برية أنظر إلى الشمس، ورأيت الشمس تدور عدة مرات أمامي، وبعدها عاصفة رملية، وأنا أستغفر الله وأسبح الله، فانتهت العاصفة ورأيت والدي وكان طويلا، ومسكت بيده مثل الطفل الصغير، ونظرت إلى ثوبي ووجدته نظيفا لم يتسف من العاصفة، فحمدت الله. الله أكبر. الشمس تدل على اليمن، وجدتها وقومها يسجدون للشمس، كانت هذه سبا، والعاصفة عاصفة الحزم، والأب الملك سلمان حفظه الله، والثوب الدين، وهذا دليل على نصر المملكة في الحرب التي قامت ضد الروافض، وأنها ستنتهي قريبا وتنتهي بنصر مبين، ونهاية لأهل الباطل وقوة لأهل الحق، كما أن الشمس كانت تعبد في اليمن، ثم جاءت ملكتهم مسلمة وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين، وقد جاء عرشها قبلها فذهب عرشها إلى الأبد، كذلك هم هؤلاء ستذهب دولتهم للأبد، الحوثيين ومن معهم، وستقوم بعدهم دولة سنية تابعة لأهل السنة ومع أهل السنة، ولا تختلف مع أهل السنة، بقيادة هذا الملك الحكيم المبارك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله ونصره وأيده. نعم.